يا هلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين، وخلينا نبدأ بأولى رحلات حياتنا. نظمت يوم أمس مدينة الملك فهد الطبية فعاليات اليوم التوعوي لمرض سلل الرعاش، واللي تضمن أكيد على أركان تثقيفية ومحاضرات علمية. خلينا نشوف تفاصيل أكثر خلال هذا التقرير، نتابع. تنكسي في الجهاز العصبي المركزي الذي يؤثر بشكل رئيسي على الجهاز الحركي. يعرف هذا المرض باسم الشلل الرعاشي التي تبدأ أعراضه ببطء في البداية. اليوم اليوم العالمي لمرضى الباركنسون هو يوم توعوي، نبغى نعرف العامة، المرضى، الطاقم الطبي بوجود المرض وانه في علاجات للمرض. علاج المرض يشمل علاجات عن طريق الأدوية، علاجات أخرى زي التحفيز الكهربائي للدماغ، في علاجات أخرى اللي هي المضخات عن طريق الجلد أو عن طريق المعدة. العلاجات الثلاثة كلها متوفرة في مدينة الملك فهد الطبية. قد يسبب هذا المرض اضطرابا في النوم والاكتئاب، ويقول البعض أنه يأتي بعامل الوراثة ويصيب الأشخاص المتقدمين في العمر غالبا، ولكن هذا لا ينطبق تحديدا على مريضنا مضر الظفيري. أنا عانيت من مرض الباركنسون من 5 سنوات، وكنت أتعالج في مستشفى الحرس مدينة الملك عبد العزيز الحرس الوطني، وصرفوا لي أدوية منها السلاميت وأدوية أخرى، ولا في حلول، ما طلعت بنتيجة كويسة. وحولت جيت هنا مدينة الملك فهد الطبية وصرفوا لي الأدوية، ولكن ما في نتيجة. اقترحوا علي تدخل جراحي، سويت التدخل الجراحي هذا وركبت محفز للأعصاب، محفز الدماغ العميق اسمه. الشلل الرعاشي لا يتعافى منه المريض بشكل كامل، ولكن مع الخضوع للعلاج وممارسة الرياضة والعلاج الطبيعي قد تتحسن حالة المريض بنسبة عالية تصل إلى 90%، ويمكنه بعد ذلك أن يمارس حياته بشكل طبيعي. عبد الله الربيعان، السعودية، الرياض. الفترة الأخيرة صار فيه اهتمام كثير على السوشيال ميديا وبرامج التواصل الاجتماعي، لدرجة أنه اتجه أغلب الناس للفضفضة عن طريق هذه البرامج. هل لأن الفضفضة للواقع صعبة ولقلة الأصدقاء البعد الاجتماعي عن الآخرين؟ كثير من الأسباب، ورح نتعرف عن هذا الموضوع بشكل أكبر مع ضيفنا في الاستديو المحاضر في علم الاجتماع الأستاذ عبد العزيز الكلثم. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد العزيز، حياك الله. أهلا وسهلا فيك، مساءكم سعيد إن شاء الله. هل فعلا وصل الموضوع الناس حياتنا صارت متمحورة حول وسائل التواصل الاجتماعي لدرجة أنه صرنا نفضفض، نستشير، نأخذ آراء عن طريق هذه البرامج؟ طبعا أولا الإنسان خلق في مجتمع، ولو بد أن يعيش مع الناس، الإنسان لا يعيش لوحده. نعم. والفضفضة هي، خلينا باختصار نقول عنها، أنه إخراج مجموعة من مشاعر أو شعور معين كانت حبيسة أدراج الصدر. الإنسان هذا يريد أن يخرجها لأحد، سواء كان وجها لوجه، سواء عبر رسالة هاتفية أو مكالمة هاتفية، أو عبر حتى وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. الناس طبعا تحتاج أن تتكلم عن ما يؤرقها أحيانا، وتريد شخص، فإذا لم تجد هذا الشخص موجود في واقعها قد تلجأ إلى الوسائل التواصل الاجتماعي أو إلى أي وسيلة أخرى لإخراج هذا المكنون في داخل الصدر. يعني نشوف أنه الفضفضة هو شعور طبيعي وحاجة طبيعية، لكن لما نلجأ لمثل هذه البرامج أنه نفضفض عن طريقها، هذا يرجع لسبب أنه ما عندنا أصدقاء كفاية أو عدم الثقة بين الشخص وبين أصدقائه. إيش الأسباب عموما؟ قد لا يكون السبب يعني عدم ثقة، لكن أحيانا الإنسان قد يعاني من مشكلة أنه يتحدث مع شخص وجها لوجه، إما لخجل، إما لرهاب، إما لخوف اجتماعيا معين، أو خوف من ردة فعل الشخص المقابل، فيلجأ إلى مثلا شخص بعيد كل البعد عنه. بعضهم حتى يخجل مثلا لما يواجه شخص وجها لوجه أنه يتكلم، قد يتلعثم في الكلام، قد لا يوصل المعلومة بشكل إيجابي. لكن احنا خلينا نتكلم وين تكون المشكلة. المشكلة إذا أنت استشرت، أو خلينا نقول جيت بتفضفض لشخص خطأ، صحيح. هنا قد تقع أنت ضحية. نعم. ما تعرف من هم هؤلاء الأشخاص اللي قد تواجههم أحيانا في السوشيال ميديا. احنا الآن بدأنا نشوف في تويتر وغيره، في سناب شات، وحتى في الواتساب، كثير من الناس يدعي أنه مستشارا. نعم. لقضايا اجتماعية. نعم. كثيرة، وهذه مشكلة خطيرة جدا، قد تعرض
هذا الفرد أو غيره من الأفراد إلى مشاكل اجتماعية لاحقة، هنا نقول للشخص انتبه أين تخرج مشاعرك وأين تخرجها للشخص اللي من تأكد من الشخص اللي أمامك من يكون، إذا بحثت عن استشارة اجتماعية أو نفسية اذهب للشخص المسؤول سواء حتى إن كان عن طريق السوشيال ميديا أو رحت له في مكتبه، لكن المهم أنك تعرف أنه هذا الشخص فعلا لديه الاختصاص لديه الشهادة العلمية التي تؤهله إلى هذا الموضوع. معك أنا أستاذ عبد العزيز، بس في أحيانا يكون الشخص يبغى يفضفض لمجرد الفضفضة، يعني هو مو محتاج رأي الشخص اللي أمامه أو مو محتاج استشارته، فقط أنه حابب يطلع اللي في ذاته. سبحان الله، حتى الكائنات الحية مو بس إحنا، حتى البحار تخرج أيضا من مياه كثيرة لأنها تبغى فاضت زادت عن حاجتها. إحنا أحيانا نعاني، قد يصل عندنا حد معين ولا نستطيع أن نكتم هذه المشاعر أكثر فنحتاج إلى إخراجها، ولذا قلت أنه الإنسان بطبعه اجتماعي فبالضرورة سيحتاج إلى أن يتكلم عن هذه المشاعر أو أنه يفضفض إلى شخص آخر سواء كان موجود معه أو غير موجود معه عبر السوشيال ميديا، لكن لا أستطيع أن أقول أنها نتيجة قلة أصدقاء أو نتيجة، يعني لا يمكن أن نضع سبب معين، ولكن فعلا إحنا لازم أنا حتى أقول يعني وأنصح دائما أنه لا تكتم في داخلك كثير من المشاعر وتخرجها مرة واحدة لأنها راح تبعثر حياتك. صحيح. أخرج كل فترة أخرج جزء منها على الأقل سو تنفيس لنفسك أنت أصلا أنك ترتاح لأنها تتعبك إذا بقيت معك. طيب كيف أختار الشخص أو الطريقة المناسبة اللي أنا أطلع فيها مشاعري أطلع فيها الكبت الذي بداخلي؟ أولا حين لما أنا أحمل شعور مثلا تجاه موقف معين، نعم، أول طريقة المفترض أني أنا أسويها اجتماعيا أني أذهب لهذا الشخص هو سبب الموقف، سواء كان زميل في العمل سواء كان زوج سواء كان أخ، أحاول أني أتوجه له وأخرج هذا الموقف، نعم، ثم أتكلم معه. إذا وجدت أنه من الصعوبة أني أتكلم مع هذا الشخص أذهب إلى مستشار في قضايا. إحنا ما عندنا هذه الثقافة أستاذ عبد العزيز للأسف. أيوة، أنه أنا في مثلا إشكالية بيني وبينك أو في موقف حتى ما ألجأ ليك وما نكون مباشرين، نشوف الطرق الثانية زي ما نقول. وللأسف هاي تصير أحيانا في الحياة الزوجية وهذا خطر. صح، أنا لما أحمل شيء في داخلي على موقف معين يجب أن أتكلم مع شريك حياتي حوله، نعم، لا أتركه حتى تجتمع كل ما في داخلي بعدين أنفجر مرة واحدة عليه، لأنه أحياناً أكون غضبان وأخرج كل شيء ثم سيتفاجأ الطرف الآخر وين كانت الأشياء هذه مدفونة. طبعاً إحنا كنا موجودين مع بعض عايشين، وينك من الزمن الأول عن الموضوع هذا. فإحنا قد نعاني أيضاً من مشكلة أنه لما نجمع على شخص معين أو نجمع مواقف عدة ثم نذهب مرة واحدة نخرجها قد تسبب لنا إشكالية، غير أنه هذه قد تعود على الإنسان أصلاً بأمراض عضوية، الهم الحزن كلها قد تسبب له أمراض عضوية أيضا. صحيح. فإحنا نحتاج في كل وقت موقف آذاني يجب أن أتكلم مع الشخص نفسه أولا، إن لم أستطع فشخص قريب من الموضوع، إن لم أستطع مختص في المجال، وهذا صحيح. أفضل حل. صحيح. أحيانا لما بيكون عندك هذا الأسلوب في التعامل مع الآخرين إنه أنت أي شيء ممكن يضايقك تلجأ له مباشرة، يجي انطباع سلبي عند الطرف الآخر إنه فلان مثلا بس حساس وكل شوية يزعل وكل شوية يتشكى، فيمكن الناس ما تبغى أحد يقول عنها هذه العبارات فتلجأ للآخرين. صح، معايا أو لا؟ أحيانا إحنا مثلا نقول والله هذا الإنسان حساس على كل شيء يدقق، أيوة، وعلى كل شيء يوقف، على كل شيء يسوي مشكلة. أحيانا لا، أنا أحتاج أني أقول لك هذا الموقف ليس لأني أريد أن أخلق مشكلة، ولكن لأني أريد أن أخرج هذه الفكرة من رأسي أصلا أو من صدري حتى، وأنا أوصلها لك ليس لأني حساس ولكن لأني شعرت بأن هذا الموقف أزعجني، وأريد أن أوصل لك المعلومة لعلك تفهم في المرات القادمة أن تتجنب مثله. هنا أنا أقول يمكن أن الخجل مفترض أن نشيله، خصوصا إذا كنت تعيش مع إنسان مثلا أخوك أمك أبوك، الناس اللي لا يمكن أن تتخلى عنهم في يوم. صحيح. من الأيام زوجتك أبنائك يجب أن تتكلم معهم بما في داخلك ولا تلجأ للآخرين إلا فيما ندر، إذا فعلا لم تستطع إيصال المعلومة لهم أو لم يفهموها. أنا معك في الموضوع، خلينا نتكلم بوجهة نظر مختلفة عن الطرف الآخر اللي يتم الفضفضة له، المفروض كيف يتعامل مع الشخص الكئيب الزعلان المتحسس، كيف يتجاوب المفروض مع الموضوع، لأنه أحيانا السخرية العبارات السلبية ممكن تأذي الشخص. بالطبع أحيانا أنت تفضفض لشخص ممكن يمسكها عليك زلة.
صحيح. وتعاني من هذه تقول المشكله، يا تقول يا ريتني مت وما تكلمت معه. فعلا احنا احيانا بنمر بموقف نقول يا ريتنا ما قلنا له، ليته ما عرف، احسن على الاقل تبقى في خاطري ولا ادري وش رده فعله وزادت الطين بله. لكن انا كشخص المفترض اني لما استقبل اخر ويريد الفضفضه يجب اول شيء ان احافظ على سريه معلوماته. نعم. سواء اذا سمحت له انا ان يدخل ويقتحم حياتي وان يعطيني هذه المعلومات او الاسرار، يجب ان احافظ على سريه المعلومات تماما. بمعنى انتهت الحاله اللي او الموقف فضفض لي، انتهى كل شيء، انسى كل شيء، امسح كل شيء. للاسف البعض يعني احيانا قد يستغل هذه في ابتزاز الطرف الاخر. احيانا ممكن تكون امراه لجأت لشخص كمستشار على انه مستشار طبعا في السوشيال ميديا وهو ليس مستشارا، وخدعها ببعض الكلام واخذ منها معلومات ثم اصبح يبتزها، وشفنا قضايا ابتزاز كثيره. صحيح. من مثل هذه الحالات. وانا احذر غالبا السيدات لانهم يلجأوا غالبا للسوشيال ميديا او اي شخص امامهم على اسم مستشار. نعم. ليس كل مستشار مستشار. ابحثي عن الشخص المؤهل للاستشاره. وفي المراكز اكيد المراكز منتشره الان موجودة. والاطباء يعني باسماء كثيره معروفه اصبحوا. بالضبط. وبعدين اول شخص مفترض تستشيريه اهلك طبعا. قبل ما توصل الى الغريب استشير اهلك في موقف بينك وبين اولادك، بينك وبين زوجك او اي شخص اخر. اذا والله رفضوا استقبالك في المراكز الرسميه المعتمده من الدوله عشان تضمني حقك ايضا اذا حصل اي شيء، سواء كان حتى رجلا قد يتعرض ايضا للابتزاز، ممكن يهدد احد في حياته في مواضيع معينه. فاذا احنا نقول انا كشخص يجب ان اعرف وين اروح، والشخص ايضا المستقبل عليه ان يتقي الله في الناس. هذا الشخص لما جاء واعطاك معلومات، اذا كنت انت تشوف الناس ما تشوفك، رب العالمين يشوفك. صحيح. فاتقي الله في نفسك، لا تخدع الناس بانك مستشار ثم تستغل ظروفهم. اسمع، اذا لم تستطع، وهذه واحده ايضا مهمه من النقاط، اذا لم تستطع ان تفتيهم في علاج القضيه او الموضوع، لا تفتي خطا، لا تعطيهم وصفه علاجيه او وصفه اجتماعيه قد تهدم بيت. وهناك أسر قد هدمت بيوتها بسبب استشارة خاطئة. صحيح. بالذات الاستشارات بين الناس الخطأ، يعني مثلا صديقة لصديقتها، والله لا ما أعرف إيش سيبي، يعني مثل هذه العبارات تأثر وفعلا ممكن تهدم بيت زي ما حضرتك ذكرت. بالضبط. ممكن تؤدي إلى طلاق وغيره إذا كان موضوع فيه له زوجين. أستاذ عبد العزيز، إحنا تكلمنا عن الموضوع الفضفضة، توصل للناس احيانا يكون صار لهم مواقف سلبيه حول هذا الموضوع فيوقفوا، فايش الاثار السلبيه انه الشخص ما يمارس حقه الطبيعي في الفضفضه، في الاستشاره، في اختيار الشخص المناسب لاخذ الاستشاره الطيبه منه؟ اولا يجب ان نعرف انه احنا كبشر لنا طاقه محدوده، يجب ان نخرج الهم الذي في داخلنا. اذا تحملنا هذا الهم اكثر من اللازم قد ياتي بنتائج سلبيه. ولنا في قصة نبينا يعقوب عليه السلام لما بيضت عيناه من الحزن على يوسف. نعم. وهذا معناته الهم أنه قد يؤدي إلى مرض عضوي. وإحنا نقول للناس حتى وإن كنت مريت في موقف سلبي مع الشخص، أنت لا تتوقف عن الفضفضة، ولكن تعلم. نعم. من الدرس. أنت أخطأت في اختيار الشخص ولم تخطئ في إخراج المشاعر. أخرج المشاعر في المرة القادمة للشخص الذي يستحق أن تخرجها له، زي ما قلنا بالترتيب الشخص المسؤول عنها إلى أن تصل إلى المستشار الصحيح. وأيضا يجب أن تستخدم عقلك. إذا أحد نصحك بنصيحة، يعني والله صديق نصحك، والله يا أخي ما عليك منهم، النساء كذا، واترك زوجتك خليها تسوي، مو لازم أني أنا أقبل. أيضا أنا أحكم عقلي. صحيح. أنا لما أخرج مشاعري لك مو معناته أني أنا أنتظر فقط أنك تعطيني قرار وتوجهني. لا تكون ساذجا. نعم. أخرج مشاعرك وأيضا عمل بعقلك كيف تصل لحل سلمي لهذه المشكلة التي في داخلك. يديك العافية. شكرا لك أستاذ عبد العزيز، نورتنا أكيد في حياتنا. نضع هذه المعلومات في عين الاعتبار. كلنا محتاجين أنه نفضفض، لكن نختار الشخص المناسب.